فوتو طير تحرك نزل عندك ايوه برافو عليك على مالك يا ضابط بتتكسر هيك عفاكم يا قبضايات وهي 100 ليوسف وهي 100 لشادي وهي 100 لمحمود وهي 100 لعلي وانس انتو اثنين يعطيكم العافيه تعبتوا اكثر شيء لانكم شبك تنحت مو عاجبه هات 100 لقلك المره الجايه بعطيك طير مرحبا شفت الاغراض اللي جايبهم شو فيهم شو جاي؟ جايب اغراض علب دهان لابو نجيب وصاني عليهم وهي الكرتونه فيها علب غيري لابو عدنان من نجد وهذا سرقه مو؟ ايه سرقه ليش قاعد يسرقوا احسن مني؟ اذا كل الناس حراميه حضرتك بتكون حرامي؟ هلا بلا مثاليات شو يعني بدك يعني اعيش على الراتب العظيم تبعي؟ اشتغل اضافي وهي اضافي في احلى من هيك اضافي؟ اضافي عم يدخل لي قد راتبي على 10 مرات ليش لحتى اقول لا؟ هلا انت بتعرفي هدول الاغراض قديش انا مطالع منهم؟ طالع منهم 5000 يعني بيوم واحد طالعت قد راتبي الشهر كله على مرة ونص نعمة ونزلت علينا من غامض علمه من رفسة من إلا لا ما بدنا إياك يا نعمة روحي يا نعمة وجهنم الحمراء ما عم تفكر فيها؟ هلا تفتحين هالسيرة أشعرتي لي بدني لأنه البني آدم لازم يحسب حساب لآخرته هلا خلاص خلاص هذا البني آدم سكيني على الموضوع لا تفتحي لي هالسيرة روحي ابري جيبي لي الأغراض لهم يا لطيف شو جرى شرف رح اكتب لك عليهم اسماء اصحابهم مشان لما يجوا اصحابهم تعرفي كل غرض ومين صاحبه ابو